ترجم لي. تطبيق أطلقه عزيز وعاطف الخريجان من جامعة MIT الأمريكية، وذلك بهدف مساعدة اللاجئين حول العالم في تجاوز عائق اللغة. ويختلف التطبيق عن غيره من تطبيقات الترجمة في أنه يقوم بربط مستخدميه بمترجم متطوع خلال أقل من دقيقة ليساعده في الترجمة الفورية عبر مكالمة هاتفية أو فيديو أو ترجمة وثائق وصور. والحلو في الموضوع إنها في المجان. منذ إطلاقه استقطب التطبيق آلاف اللغويين المتطوعين لمساعدة اللاجئين حول العالم، كما دعمتهم مؤخراً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. Imagine not being able to talk to your doctor or your lawyer or even just have basic conversations. I know because that's what life was like for my grandmother, a refugee from India, who was lucky to have her grandson there to interpret for her. للحديث أكثر عن تطبيق ترجم لي الذي يطمح لمساعدة اللاجئين في تخطي حاجز اللغة، ينضم إلينا عبر سكايب من كاليفورنيا عبد العزيز الغنيم، أحد مؤسسي التطبيق. يعطيكم ألف عافية. من متى بدت عندكم الفكرة وكيف أسستوا هذا التطبيق؟ الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة. تطبيق ترجم لي بدأ العمل فيه تقريبا من أكثر من سنة ونص. بدأت فكرة ترجم لي من الحديث مع أحد الزملاء في MIT عبد الله، وهو كان له خبرة في التطوع في مخيمات اللاجئين، وكنا نتكلم عن دور التقنية في تسهيل الخدمات المقدمة للاجئين، وذكرنا صعوبة الحصول على مترجمين في أرض الواقع في المخيمات وخصوصا في أوروبا، حيث يتطلب من أي متطوع يريد المساعدة أن يشتري تذكرة سفر ويأخذ إجازة 3 أسابيع فقط ليساعد في الترجمة. فكان السؤال كيف لنا أن نقدم خدمات الترجمة عن بعد في الوقت الذي أكثر من 2 مليار شخص حول العالم متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي، ولديهم في أكثر من 3 مليار شخص حول العالم يتحدث أكثر من لغة. كيف نسد الفجوة هذه بين العالم الافتراضي ومهارات اللغوية الموجودة فيه وبين الخدمات المقدمة في مخيمات اللاجئين؟ طب الحين موضوع اللاجئين شوية أصلا هدى وخفت، فأنتوا إيش وضع تطبيقكم؟ هل الناس بدأت تستخدمه بشكل أوسع لاحتياجات أخرى؟ صار عندكم احتجتوا إلى متطوعين أكثر؟ وضح لنا. رائع جدا. طبعا اليوم حول العالم في أكثر من 23 مليون لاجئ، بين مخيمات اللاجئين بشكل رسمي وبين لاجئين غير رسميين. ففعلا موضوع اللاجئين ممكن لها زي دورات في الإعلام، بعض الأحيان في تغطية عالية وبعض الأحيان تغطية خفيفة، لكن لازم نتذكر أن هذا 23 مليون شخص فقدوا وطنهم، فقدوا منازلهم، فقدوا الروابط الأسرية لهم، ولن يكون هناك حل واضح لهذه المشكلة للعشر 15 سنة الماضية، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا تواجه الإنسانية اليوم. فهناك حاجة كبيرة جدا من اللاجئين لتذليل هذا الحاجز اللغوي لتسهيل المعاملات اليومية. وأيضا ترجم لي يستخدم في غير تطبيقات اللاجئين، ترجم لي يستخدم بشكل عام في الترجمة الإنسانية لأي مهمة تحتاج إلى تقديم خدمات إنسانية مثل الكوارث الطبيعية. طيب الحين أنتوا حصلتوا دعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إيش نوع هذا الدعم؟ هل فقط غردوا لكم وحفزوا المهاجرين أو اللاجئين على استخدام التطبيق، ولا في دعم حقيقي؟ طبعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أحد أول شركاء من ناحية الاستخدام، وهذا يدل على حجم المشكلة الموجودة اليوم. المفوضية هي من أكبر الجهات الموجودة على الأرض اليوم لدعم قضايا اللاجئين، أكبر من حيث تعداد الأشخاص الذين مفوضين بالعمل في هذا الحل هذه المشكلة، وأيضا من ناحية الموارد المتوفرة لديهم. وبالنسبة للمفوضة أن تعمل مع
مؤسسة صغيرة أسسها شخصين في كاليفورنيا، يدل على حجم المشكلة في اللغة التي متواجدة لديهم. اليوم لدينا شراكة معهم لنعمل سويا على إيصال ترجملي لجميع الأشخاص المحتاجين له في الأرض. يعطيك العافية يا عزيز، يعني أنتوا فعلا شخصين لكنكم أفدتوا الملايين. كان معنا من كاليفورنيا عزيز الغنيم، أحد مؤسسي تطبيق ترجملي، شكرا لك.